طبعا نحن اليوم في الحفل الختامي للمرحله التجريبيه من برنامج رواد اللياقه البدنيه. اعطيكم بس ممكن نبدا عن هالبرنامج. هو جزء من غدا 21 مسرعات الحكوميه اللي تستهدف اليوم تحسين جوده الحياه. هذا البرنامج مخصص للجهات الحكوميه. في الفتره هاي التجريبيه عندنا 11 جهه حكوميه مشاركه، ما يعادل تقريبا 750 شخص دخل البرنامج. هو عباره عن شقين، الشق الاول 21 يوم تحدي، يعني سواء كان مشي خطوات او مساهمه او جري او ما شابه، واليوم الاخير اللي هي الفعاليه هذه هي اوبستكل كورس، وين الكل يتنافس فيها ويكون في تتويج في النهايه. طبعا هاي مثل ما قلنا مرحله تجريبيه، هدف منها نتعلم وكيف نقدر اليوم نطور هذا البرنامج، لان السنه الجايه بيكون مستهدف جميع الجهات الحكوميه وجميع الموظفين، وهدفنا ان نحن كيف نشجعهم على ممارسه الرياضه وانه يكونوا يعيشون حياه نشطه.